السلام عليكم ورحمة الله. فيما فيروس الفساد ينخر مرافق الدولة ويشل من فاعليتها، يظهر فيروس الضنك يرهق سكانها بالحمى. وباءان يتعاقبان على تعز وكلاهما في الخطر سواء. فالفساد الذي يترك المدينة غارقة بالمخلفات والنفايات يجعل سكان المدينة عرضة لكل الأوبئة والأمراض، وهذا ما حدث فعلا، والإحصائيات بالإصابة لا تكذب. مشافي تعز بعضها يعجز عن استقبال الحالات المصابة، والبعض الآخر يشكو من قلة الدعم والإمكانات. المهم، تعز ترفع نداء الاستغاثة من وباء ينتشر بين سكانها كحرائق غابات الأمازون، فيما السلطات المحلية غارقة في السبات وكأن الأمر لا يعنيها. يتساءل سكان المدينة، أليس من حقنا أن نعيش؟ حمى فيروس الضنك زائر غير مرحب به في مدينة تغرق في النفايات أمام مسؤوليها دون أدنى ضمير، فما يكاد يختفي حتى يعود في الظهور بشكل أشد وأنكى. جهاز الرصد الوبائي سجل خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 5232 حالة إصابة بفيروس حمى الضنك، لافتاً إلى أن نسبة الإصابة تجاوزت 100% مقارنة بشهر أغسطس من هذا العام. الجدير ذكره أن مشافي تعز غير مؤهلة لاستقبال هذه الحالات، فعلى السرير الواحد يرقد مصابين في آن واحد، كما تعجز المستشفيات بتقديم العناية الصحية من أدوية ومستلزمات طبية. وضع المرضى وشكاواهم ومناشداتهم تتلخص على شكل أسئلة حائرة تتصاعد من حناجرهم، علها تجد إجابة عند المسؤولين ومنظمة الصحة العالمية. أعاني من مرض حمى الضنك، ساكن مدينة النور، لي 3 أيام أجي لهنا. صار كل يوم تم مغذيات، قالوا كل يوم 2. الفحوصات دفعت أنا حق الفحص 1600. عملنا فحص هذا بالمختبر، يفحص النو وشرقاء، بعدين قرر على الدكتور يكتب لي علاج، هذا اللي مؤقت. تقريبا نحن نستقبل في قسم الإسعاف بشكل يومي ما يقارب 60 إلى 80 حالة حميات، ما بين ضنك وحمى فيروسية والتهابات وملاريا وغيره، وكذلك حالات الإسهالات الحادة، الكوليرا والتهابات المعوية وغيره، قارب 30 إلى 40 حالة. في ظل تزايد الحالات هناك احتمال كبير لانتقال العدوى سواء من الطبيب أو من الكادر للمرضى أو من المرضى إلى الكادر بسبب ازدحام الحالات وقلة مكافحة العدوى. الإمكانيات اللي لازمة لمكافحة العدوى غير متوفرة خالص هنا في قسم الإسعاف، من كمامات، من قلفصات، من السبيرت والحاجات اللي تحتاج للتعقيم. كما شاهدتم أنتم اليوم خلال زيارتكم لقسم الإسعاف الجمهوري، الإمكانيات محدودة في المستشفى الجمهوري، قلة عدد الأسرة في استقبال الإسعاف، عدم توفر الإمكانيات اللازمة لقسم الإسعاف من أسطوانة أكسجين، منظمات أكسجين. تقريبا لنا ما يقارب 2 شهر ما فيش غير معانا منظمين فقط الأكسجين، يعني أسطوانتين فقط اللي تعمل بداخل قسم الإسعاف فقط، بإضافة إلى أزمة الأكسجين اللي حاصلة في المستشفى ككل. في الفترة الأخيرة حصل أنه إشكال بنقص الأكسجين، فنضطر أنه نمشي كذا، وحتى أجهزة البخار والتي يحتاجها المريض ما فيش معانا غير جهاز واحد في قسم الإسعاف. ما فيش أكسجين، ما فيش أكسجين، يعني إذا هذا إسعاف كيف ما في بوش أكسجين؟ طيب يعني دبة واحدة لما نشتف عليه، لو وقع مريض يعني 2 3 4 بنفس الوقت كيف اشتف عليهم؟ يعني هذه المشكلة، إنني معي مريض هناك، أهم شيء أنه فعلوا له كل حاجة والدبة فاضي، إيش الفائدة من هذا كله؟ وصلنا بالمريض الأخ عبد المهيوب للمستشفى الجمهوري، ولا نجد إقناع الأكسجين، يقول لك لا يوجد أكسجين. والأيام هذه الشكل المرض هذا جديد شكله، بعده وباقة، والمفروض يكون في رش يعني حق النامس هذا، حق هذا مرض جديد هذا منتشر، بعده كلهم كذا. أنا من العائلة حقي 3 كثير كذا، وجيراني نفس القصة نفس الحمى،
ما يطلعش من الضنك. ما حد يسعفنا إلا بك. ولما اتصل لحد ما حد يرد. رحت إلى مستشفى الكوري هي جارية على سبيل هذا قالوا بابا وقفوا حق الملك سلمان ما فيش خلي أصحابك يناقوا. هذا المغذية حق المستشفى. هذا اللي قدموا لي. هذا المغذية هذه أنت المغذية من هذا لا غير. لا غير. تبتدي هذا المغذية لا غير. والعلاج الباقي كله اشترينه من خارج. لو ما كانش يجيب معاش المعاش حق الشهيد كنت موت. شفت ناس بضاعه انا ناشد المسؤولين اللي عندهم ضمير يخافوا على ابناء تعز الحمى قتلت اهل تعز الحوثي ما قتلناش قتلت الحمى ابني تعبان مين يوم الجمعه وانا جزعته على الجمهوري وجلسنا بالجمهوري وسرحنا بعد النقطه ما لقيناش يعني كراسي كليته امراض حمى الضناك جينا الثوره قالوا احنا جيت الثوره حصلنا هذه فقط قلت لهم ابني ما ياكلش ابني بحمى ابني تعبان شي موت عليا قالوا هذه هذه حق الحمى فقط يعني مغذيه للاكل بس ما قابلناش ولا حاجه نحن برباش نطلع من هنا بكام ننزل بكام ما معنا حق مواصلات انا مغذيها حق الحمى كام يعني مش اقدر اقسمها بالليل تجي الحمى يعني انا عملت له بالليل والصباح اطلعه ثاني مره لين علشان هذه القطره قطره كيف نعمل نحن المواطنين هليكنا من القري تعبانين امام هذا الوباء الذي بات يؤرق سكان المدينه وأمام هذا التردي في الخدمات في المستشفيات والمرافق الصحية كما شاهدتم رأينا أن نقوم بزيارة لمكتب الصحة والاطلاع على آخر المستجدات التي يقوم بها المكتب لمكافحة هذا الوباء. إذن مشاهدينا الكرام فريق البرنامج اليوم يتواجد في مستشفى الثورة بتعز الذي يتواجد فيه مكتب الصحة بتعز والدكتور عبد الرحيم السامعي وهو المعني بالرد على كل هذه التساؤلات حول مستجدات الوضع الصحي بتعز مشاهدينا الكرام في كل مكان على قناتي من شباب في برنامج تعز في أسبوع ردا على التساؤلات التي طرحناها في الاستوديو مكتب الصحة في تعز هو المعني بالرد على هذه التساؤلات ومدير مكتب الصحة في تعز هو الدكتور عبد الرحيم السامعي الذي نتواجد الآن في مكتبه لنضع عليه هذه التساؤلات مرحبا بك مرحبا بك أخي عمار وبالسادة مشاهدي قناة يمن شباب حول الأوبئة المنتشرة في تعز وسبل مواجهتها وهناك الكثير من ما يدور في الشارع غير متأكدين من صحته لكنكم كجهة الآن مسؤولة ومعنية نريد أن نعرف منكم ما طبيعة ما يحدث في الجانب الصحي في تعز أولا في البداية أقول أن حديث الشارع هو حديث حق ومطلب حق في طلب الخدمة الصحية وما يحدث في هذه المحافظة التي تقبع تحت حصار طال الآن أو وصل إلى 5 سنوات سيكون الحديث عن الأوبئة المنتشرة هو حديث طبيعي بطبيعة الأحداث وبطبيعة الحصار الظالم الذي تفرضه الميليشيات الانقلابية على هذه المحافظة فلن يستطيع أحد أن ينكر وجود أي شيء بل أن الإنكار قد يكون بحد ذاته وباء الأوبئة الآن تنتشر في تعز أوبئة مختلفة والحديث عنها لا يبرئ أحد ولا يتهم أحد جميل لكن أقصد ما علاقة الحصار وما تمر به تعز في انتشار الأوبئة أقصد يعني ما الذي يجعله سبب رئيسي لانتشار الأوبئة يعني مثلا اليوم تعز تعمل 10% من الكادر الصحي الذي كان يعمل داخل هذه المحافظة في الظروف الطبيعية وبالتالي فإن الكمية والجودة في تقديم الخدمة ستكون 10% ناهيك عن أن طبيعة الأوبئة وسلوكها وانتشارها لم يكن كما كان يحصل مثلا في الحالات الطبيعية في الحالات الطبيعية كان كل المعززات الصحية متواجدة إلى جانب القطاع الصحي مثل مؤسسات المياه والصرف الصحي صندوق النظافة صحة البيئة
مكاتب الأشغال في المديريات، هذه كلها كانت معززات صحية. كان المريض يصل في نهاية المطاف إلى المرفق الصحي لكي يستقبل الدواء الذي يمرق إليه الوباء ويصل إليه يأتي إلينا، لكن هناك العديد من الحواجز الآن انهارت أمام المواطن فيصل إليه المرض. فهذا ارتباط رئيسي. يعني إحنا الآن نواجه مشاكلنا الصحية سواء كانت أوبئة أو غيرها ب10% فقط من إمكانات تعز. بالضبط ب10%، وناهيك عن الجودة. يعني 10% الآن صرنا نتحدث عن جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الكمية الكبيرة التي تحاول سدها بالرغم من الانتعاش الصحي الذي حصل في العام 2018-2019. طبعا لا يمكن مقارنة الوضع الصحي في 2018-2019 بما كان عليه في 2015-2016-2017. الوضع الصحي كان منهار تماما، كنا على حافة الهاوية، وكان الصفر يعني حتى العشرة في المئة كانت مش حتى العشرة في المئة. العشرة في المئة من الكادر الصحي الذي كان متواجد، أنت تعرف أنه كان مستهدف استهداف مباشر من الميليشيات الانقلابية، كانت المؤسسات الصحية تستهدف مباشرة ولا زالت في مرمى الميليشيات حتى هذه اللحظة. يكفي أن نقول أن هيئة مستشفى الثورة لوحدها تعرضت ل 158 استهداف، أما عدد القذائف فموجودة مكدسة في أحد غرف المستشفى الذي أيضا يتواجد فيه مكتب الصحة نفسه. الذي يتواجد فيه مكتب الصحة ومنظمة أطباء بلا حدود، المنظمة التي واكبت هذه المدينة وأحداثها منذ بداية 2015 بداية الحرب. فإذا الأوبئة موجودة وهي منتشرة وحاضرة في كل عام، تبقى سرعة انتشارها عدد المصابين يتزايدون نتيجة لعدم التصدي لها في المراحل المبكرة، المراحل المبكرة، وكذلك عند تقديم الخدمة. تحدثت عن الجودة وعن الكمية، يعني 10% بالإضافة إلى الجودة. فلذلك تجد مثلا أن انتشار مثلا حمى الضنك يكون أعلى بكثير من السنوات السابقة، سنوات ما قبل الحرب أعلى بكثير مما كان عليه مثلا الكوليرا قبل. خلينا نفصل أكثر في الموضوع، كم تقريبا عدد حالات حمى الضنك خلالها؟ أولا هل هو حمى الضنك ولا في حاجة ثانية؟ لأنه الآن في حديث يدور حول أنه حمى فيروسية لا أحد يعلم ما هي. هو أنا أولا أصدقك القول أنه لا يوجد أي اختلاف في انتشار الأوبئة في هذا العام عما هو عليه في الأعوام السابقة. يعني الآن لو تحدثنا مثلا في جزئية حمى الضنك، حمى الضنك في 2018 قتلت 18 حالة وأصيبوا أكثر من 30,000 حالة. طيب هذا العام عدد حالات الاشتباه، وهنا في فرق بين حالات الاشتباه والحالات المؤكدة، عدد حالات الاشتباه وصلت إلى الأسبوع الماضي 5,232 حالة. طيب هذه الحالات لا تساوي شيئا مقارنة بالرقم في العام 2018، بالرغم أنه في 2018 تدخلنا في جزئية واحدة عملية الرش بدعم من السلطة المحلية، وفي العام 2019 تدخلنا تدخل أكبر بدعم من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسلطة المحلية، وتدخلنا منذ يعني شهر يونيو ويوليو وأغسطس، وانتهينا في بداية شهر سبتمبر. كانت عدد الحالات أقل بكثير من عدد الحالات في السنوات السابقة، وهذا يدل على فعالية التدخل. أيضا أنت تركز هذه الحالات في المدينة؟ هذه الحالات شوف يا عزيزي، مدينة تعز مدينة جافة، يلجأ الأهالي إلى تكديس المياه في الأماكن المكشوفة، بالإضافة إلى تواجد تجمعات مائية صالحة للشرب من الأمطار في الأماكن المهجورة وفي البيوت المدمرة وفي خطوط التماس. يعني الآن أنا لو عندي بؤرة توالد بعوض في خط التماس في جولة القصر أو في شارع الكمب، ما الذي يستطيع أن أفعله كمكتب صحة أو حتى مكتب أشغال عامة؟ لا يستطيع. إذا خارج نطاق إذن البعوض الناقل لحمى الضناك سيتوالد في هذه المنطقة وسينتشر إلى الأحياء السكنية المجاورة. الآن مبدئيا المنتشر هي حمى الضنك، ما فيش حاجة ثانية. لا، حمى الضنك أقل الأمراض انتشارا الآن في الوقت الحاضر، وهناك الأمراض الجهاز التنفسي التي نستقبلها، أمراض الجهاز التنفسي والإصابات الفيروسية التي تحدث في كل عام.
لنذهب أنا وأنت إلى مستشفى، إلى المستشفى الأول في أمراض الطفولة والأمومة، مستشفى اليمني السويدي، وننظر إلى سجل العام الماضي في مثل هذه اللحظة، في مثل هذا اليوم العام الماضي سنجد نفس الأعداد. إيش معنى المستشفى السويدي قصدي؟ هذا المستشفى هو المستشفى الأول في الأمومة والطفولة، وكل الذاكرات المواطن في مدينة تعز دائما عند إصابة أي طفل يتجد دائما. نتكلم بس فقط في عقالة عن الفئة العمرية التي يصاب بها، ينتشر فيها هذا المرض كالعادة. لا كالعادة الأطفال ما بين يعني ما تحت سن الرابعة عشرة هم الأكثر إصابة بالأمراض التنفسية، أمراض الجهاز التنفسي الأعلى، وخاصة مثلاً في بداية أقل مناعة. يعني هؤلاء الأطفال لا زالوا يتحاورون مع الطبيعة، لا زالوا يتحاورون مع الفيروسات والجراثيم الموجودة في الطبيعة، يستقبلون هذه الجراثيم لكي يبنوا جهاز المناعة المستقبلي. ولذلك تجد أن أكثر المصابين في هذه الأمراض الموسمية هم الأطفال. نعم دكتور، أنت ذكرت قضية الرئيسية الأوبئة التي تنتشر في نقاط التماس كونه غير مسيطر عليها، أنت سميتها نقطة تكاثر للبعوضة، بؤر توالد بالبعوضة. أيوة. وتحدثت عن أيضا الإمكانات اللي تواجه فيها هذه الكوارث 10%. هل هناك أسباب أخرى؟ الفساد طبعا هو أم، يعني هي مجموعة أسباب تتكامل مع بعضها البعض لتنجب مشكلة كبيرة وكارثة في تعز. عن ماذا قمتم به للحد من هذا الوباء؟ طبعا يعني قبل الزوبعة الإعلامية مثلاً. أنا أقول لك أنه مكتب الصحة تحرك قبل الزوبعة الإعلامية، وأنا أذكر أن قناتي من شباب كانت على اتصال بالصدفة يوم الاثنين الماضي، عندما كنت في نفس اللحظة مع فرق مكتب الصحة وهي تتأهب للحركة للتحرك إلى الأحياء السكنية لتنفيذ عملية رشد ضبابي للقضاء على البعوض الناقل للأمراض الفيروسية ومنها حمى الضنك. إذن قمتم برشد ضبابي. نعم، والآن لدينا 800 متطوع ومتطوعة انطلقوا اليوم في الأحياء السكنية لتقديم تثقيف صحي للمواطنين كيف يتعاملون مع بؤر توالد البعوض الناقل للحميات. جميل هذا اثنين. ولدينا ايضا فريق، انت ذكرت قبل قليل انه في مناطق هي بؤر أكثر يعني خطورة. مثل اكثر خطوره مثل. لدينا 28 موقع في مستشفى في مديريه المظفر، ولدينا 24 موقع في مديريه واحده. 28 موقع طبعا. نحن لدينا معلومات ان حصرنا على مستوى الشارع وعلى مستوى الحي اين توجد المناطق الاكثر خطوره. من اين اتينا بهذه المعلومات؟ من نظام الإنذار المبكر الموجود داخل مكتب الصحة، يعطينا الأرقام أين أكثر الإصابات، أي الأسر في أي المناطق في أي. ولذلك المؤشر، ما تقصد بنظام يعني نظام آلي ولا نظام؟ لا نظام آلي اسمه نظام الإنذار المبكر إيديوز. النظام الإنذار المبكر يتعرف على المناطق تلقائيا يعني. لا مش إنذار مبكر عن طريق إنه عن طريق المقاسات. لا، نظام الإنذار المبكر هو نظام تواجد عامل صحي في كل فريق ويعطي المعلومات ويرسل المعلومات حقه آنيا في نفس اللحظة إلى مجموعة. الآن سيتم في الأسابيع القادمة سيتم توزيع هواتف وتابلت لكل مترصد، نسميهم عمال الترصد. سيكون التوثيق عبر الجي بي اس، يعني كل منطقة من المناطق التي تنتشر فيها الأوبئة ستكون معروفة لدى ستوصد أونلاين يعني. أونلاين. هذا الذي كنت أنت تسأل عليه. فلدينا 28 موقع في مديرية المظفر، لدينا 24 موقع أكثر خطورة نسميها، على يعني حتى لا تختلط المدينة كلها فيها انتشار لحميات ووباء. طيب بعد أن عفواً بس استكمالا للنقطة السابقة، طيب أنت الآن آلياً أو عبر الجي بي أس ولا غيره عرفت أنه في كيف تتعامل مع الموضوع؟ أولاً نتعامل لدينا في المكتب فرق الاستجابة السريعة في كل مديرية. لدينا 23 فريق استجابة نسمي فريق الاستجابة السريع. فريق الاستجابة السريع حتى لو في تبليغ مجتمعي، مش بالشرط يكون تبليغ من القطاع الصحي أو من مركز صحي أو مستشفى، حتى لو في تبليغ مجتمعي، ألو يا مكتب الصحة يا مستشفى يا مركز صحي، لدينا حالة غريبة، لدينا وباء غريب، لدينا، تتحرك فرقة الاستجابة السريعة إلى المنطقة
تأخذ القصة المرضية بالكامل، تأخذ الإجراءات الأولية. مثلا على سبيل المثال حالة دفثيريا أو الخناق، مرض الخناق عند الأطفال، إذا اكتشفت حالة مثلا مثل ما حصل الأسبوع الماضي في موزع، اكتشفت حالتين، حالة توفت أخوين في أسرة واحدة، الطفل توفى وأخوه تم نقله إلى مستشفى الصداقة في عدن، تم أن تحرك فريق الاستجابة السريعة إلى المنطقة، حصل تحصين للأسرة، ثم 20 منزل حول منزل الأسرة التي ظهرت فيها الحالة. دكتور، سيكون لنا لقاء آخر نتحدث عنه عن تفاصيل كثيرة، ملف الصحة، ملف شائك وهام. لا، نتكلم عدنا عن الأوبئة الآن، في حاجات أخرى إن شاء الله في لقاء آخر نتحدث عنها. مشاهدينا الكرام، الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة تحدثنا معه، كان ضيفي في هذه التغطية من تعز في أسبوع حول مستجدات الوضع الصحي في تعز. عودة للاستوديو. ستظل الأوبئة تفتك بأبناء هذه المحافظة المحاصرة والمثقلة بالنفايات والمخلفات ما لم تكون هنالك جهود جادة ووقفات مشرفة للسلطة الشرعية للمحافظة. وفي الملف الصحي ذاته الذي يؤرق تعز وسكانها، تحركت الجهات الرسمية في مكتب الصحة ممثلة بإدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بتعز لتدشين حملة رش دخانية لمواجهة وباء حمى الضنك، سبقه حملة توعية وتثقيف بأضرار المرض وكيفية الحد منه، سنلاحظ ذلك في التفاصيل التالية. الوقاية خير من العلاج. دشن مكتب الصحة بتعز وعبر إدارة التثقيف فيها حملة توعوية بأضرار حمى الضنك وطرق العدوى في 3 مديريات، هي المظفر، صالة، والقاهرة. وأعقب حملة التوعية التي شملت المديريات 3 حملة رش دخانية لمقاومة البعوض الناقل للحمى وإزالة جميع البؤر التي تسبب تكاثر البعوض. اليوم نقوم بعملية رش في منطقة الروضة، وقد قمنا بذلك بمناطق أخرى زي المجلية والجمهوري والنقطة الرابع وحوض الأشراف، وسوف نكمل بقية الرش حتى نكمل مديرية القاهرة بالنسبة لمديريتي طبعا. وهذا طبعا أتى بسبب الجائحة التي اجتاحت مدينة تعز من حمى الضنك، اشتباه في حمى الضنك وليست حمى الضنك حتى تتأكد. ومن الآن نقوم بثلاث مسارات، المسار الأول الرش، والمسار الثاني ردم البؤر، وأيضا معنا التقصي حتى نعرف أسباب انتشار الوباء وكيف السيطرة عليه. بالنسبة للإجراءات التي اتخذها مكتب الصحة والسكان لمكافحة الحميات التي انتشرت في مدينة تعز مؤخرا ومنها حمى الضنك، طبعا هناك إجراءات كبيرة جدا، منها أول شيء حملة الرش الضبابي التي الآن أنتم تلاحظون فرق قد نزلت إلى الميدان وتقوم بعملية الرش، إضافة إلى أيضا هناك فرق التوعية وإزالة البؤر، وهذه قد دشنت اليوم وبدأت أعمالها وأصبحت يعني تنزل من منزل إلى منزل، إضافة إلى فرق التقصي الحشري الذي تتعقب أماكن تواجد البعوض والأماكن الأكثر انتشارا للبعوض. هذه الإجراءات التي الآن يقوم بها مكتب الصحة والسكان من أجل مكافحة الحميات وحمى الضنك. إضافة إلى أن هناك يعني تم افتتاح أكثر من 12 مركز لاستقبال الحالات المصابة. هذه المركز تقوم بتقديم الخدمات الصحية للمصابين على مدار الساعة، إضافة إلى أن هناك غرفة عمليات يعني تشتغل على مدار الساعة. طبعا جهود كبيرة بإمكانيات شحيحة وضعيفة جدا، لكن العزيمة والإرادة لدى قيادة مكتب الصحة والسكان، إضافة إلى القطاع أعضاء القطاع الصحي هناك، هي الذي سوف إن شاء الله سيحقق نجاح كبير. نحن الآن نقوم بحملة رش الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في مديرية القاهرة. جهود حديثة، وبدأنا بالرش هنا في حي الروضة، والعمال قد بدأوا بالرش لمكافحة حمى الضنك
مستهدفين الأحياء والأحواش والمناطق التي يتكاثر فيها البعوض الناقل لحمى الضنك. كان من أهم أهداف هذه الحملة التثقيف والتوعية الأسرية للوقاية من حمى الضنك وفيروس الحميات. كان ذلك من خلال زيارات الأحياء السكنية وإرشادهم للتخلص من بؤر تكاثر البعوض. حتى في معاكم دباب مفتوحة كثير وفي دباب مكسرة أصلاً. هذا الدباب لو بقت جنب الباب وحتى لو في بقى للماء هذا يعتبر بؤر اللي يجيب لكم النامل ويدخل لكم البلد داخل البيت. نحن من أحد الفرق الميدانية للتوعية من منزل إلى منزل، وكمان لإزالة البؤر الموجودة في الأحواش والخزانات وتوعية الناس بإزالة هذه البؤر أحد المولدات لانتشار البعوض الناقل لحمى الضنك الذي يتوالد داخل هذه المياه النظيفة الذي يخزنها داخل الأحواش أو جوار المنازل أو في إطار الإطارات المجاورة للمنازل. هذا من أحد العوامل المسببة لانتشار حمى الضنك. مثلا الدباب ما نسيبهاش مفتوحة لازم نغطيها، وإذا كان مثلا ما عندكش غطاء ممكن إنك تغطيها بخرقة بقطعة قماش. الماء سواء للغسلة تمام أو للطبيخ أو لأي شيء تغطى، هو بالنهاية طالما أنه ما نظيفه هو عرضة للنامل. طبعا احنا ننصح الناس بعدم استخدام المهدئات واستخدام المضادات الحيويه بدون عمل الفحوصات، وننصحهم بالذهاب الى اقرب مركز صحي او اقرب مستشفى لمعرفه اولا نوع المرض علشان يستخدم العلاج اللازم، لانه كونك انك تستخدم ادويه داخل البيت فهذا انه يعمل على تاخير الحاله الصحيه للمريض، وكل ما تاخرت الحاله كل ما زادت المضاعفات. طبعا احنا نقول دائما انه الوقايه خير من العلاج، صح ولا لا؟ واحنا في بعض الاجراءات البسيطه، ايوه في بعض الاجراءات البسيطه احنا لو عملناها داخل البيت ممكن ان احنا نقي انفسنا من حاجات كثير. كل ما أسعفنا المرض مبكرا كل ما تفادينا المضاعفات، لأن المضاعفات تعتبر خطيرة وقاتلة في نفس الوقت، وخصوصا أن الأطفال مناعتهم ضعيفة. فأني أنصح جميع الأمهات أخذ الحيطة والحذر وكمان التحمل بروح المسؤولية، وخصوصا أن مكتب الصحة مشكور يعني حاول أنه فتح مراكز لاستقبال الحالات. هذا الماء هذا هو السبب الناقل للمرض حمى الضنك، والسبب أنه العالم مكشوف. شوف كيف داخله هنا، ها كيف هذا هو السبب الناقل لحمى الضنك. الصحوة المبكرة لتلافي مثل هذه الأوبئة هو الحل الأمثل دون تحولها إلى كابوس يهدد حياة المواطنين. طلاب كلية الهندسة وعلى مدى سنوات الحرب وظروفها القاسية لم تتوقف إبداعاتهم، وتناولنا الكثير عبر هذا البرنامج من ابتكاراتهم وأشدنا بمواهبهم الواعدة. هؤلاء المبدعين نالوا الكثير من الشهادات التكريمية وحصدوا الكثير من الجوائز ومثلوا جامعة تعز في العديد من المشاركات في أكثر من مناسبة. في هذه الفقرة نتوقف مع حالة إبداعية من إبداعاتهم قام بها مجموعة من الطلاب بقسم كلية الهندسة متجاوزين شحة الإمكانات وظروف الحرب والحصار وتردي الخدمات. تفاصيل هذا العمل الإبداعي في هذا التقرير. ميكاترونيكس مصطلح يستعمل لحقل هندسي واسع ومنها الهندسة الإلكترونية. هذا العلم يتنامى بشكل ملحوظ ومتسارع في ظل التطور التقني الحديث. جامعة تعز وكلية الهندسة فيها حولت هذا العلم من الجانب النظري إلى الجانب العملي الإبداعي، فتمثل في إنجازات متعددة لطلاب كلية الهندسة قسم ميكاترونيكس. نحن بدأنا من منطلق الحاجة أم الاختراع، بدأنا كفكرة معينة حيث أنه في المصانع وأغلب المصانع في بلادنا تفتقر إلى مثل هذه الأشياء، دائما يعتمدون على الكادر البشري في العمل الإنتاجي. نحن غالبا في الصناعة والتجارة يستخدمون الكوادر البشرية لعملية التغليف والفرز، وهذا أيضا يأخذ وقت كبير وجهد وكذلك تكلفة مالية. فمن هنا انطلقنا بفكرتنا كيف ندخل العلم الحديث، علم البرمجة والروبوتكس،
في مثل هذه لحل مثل هذه الاشكاليات. قمنا بتصميم خط انتاج كان عباره عن سامبل، يعني جزء من مصنع، وهذا عباره عن فقط عينه كانها مصغره من جزء من مصنع، يتكون من كما تشاهدون هنا امامكم. الجزء الاول هو كان عباره عن جزء الخط الانتاجي اللي هو يعمل على الفرز واختبار العينات هل هي مغلفه ام لا، بالاضافه الى الجزء الاخر من المشروع هو عباره عن ذراع روبوت يقوم بالتقاط العينات الغير مغلفه واعادتها الى خط الانتاج ليتم تغليفها من جديد. مشروعنا الالكتروني يحتوي على لوحه تحكم بسرعه الموتور، وايضا لدينا دي سي للتحكم بسرعه الناقل، وايضا لدينا 5 زفارات 1 2 3 4 5 للتحكم بفرز الالوان، وايضا يوجد لدينا بلوتوث، كما يوجد لدينا متحسس الوان ذلك لفرز الالوان، واثنين مصدر تغذيه دي سي. يتم التحكم به عن طريق الجوال بحيث يتم تحريك ذراع الريبوت، ومن طبعا يتم توصيل جهاز الجوال مع لوحات الاردوينو عن طريق حساس بلوتوث. هذا حساس بلوتوث يتم ربطه مع الجوال بحيث يتم التحريك بذراع الريبوت. طبعا هذه دائرة الكترونية للتحكم بسرعة الدي سي موتور، تتكون من مقاومة متغيرة وترانزستور للتحكم بالدي سي موتور، حركة الدي سي موتور. شاركنا مشروعنا بمعرض المشاريع الثاني الذي حصل في كلية الهندسة، وحصلنا على المركز الثالث. كما شاهدتم لهذا العمل الإبداعي كان لنا لقاء مع هؤلاء الشباب لنسلط الضوء على الظروف التي ساعدت أو اعترضت هذا الإنجاز، وكيف تجاوزوا الصعوبات التي اعترضتهم. مشروعنا واجهنا صعوبات أثناء إعداد المشروع، مثل عدم توفر القطاع داخل المدينة، كان يستدعي الأمر أنه نطلب القطاع من الحوبان ويتم إرسالها، يعني تأخر من يوم إلى يومين، أحيانا قد تصل إلى أسبوع. هذه المشكلة يعني ندرة القطع الإلكترونية يعني تعاني منها، مش تعز فقط، يعني معظم الجمهورية اليمنية كامل عدم توفر القطع الإلكترونية الحديثة المتطلبة في السوق، إلا يعني توفرها في بعض المحلات، وأيضا غلاء أسعارها غالية. أيضا تكلفة المشروع يعني لا يوجد أي جهة داعمة لدينا، كان كل تكلفة المشروع مقدمة بجهود ذاتية وفروقات من زملائنا، وأنجزنا هذا المشروع. أيضا من المشاكل التي واجهتنا هنا داخل المدينة هي الشغل الميكانيكي، فاستدعينا الطلوع والنزول إلى أكثر من مخرطة من أجل أن نخرط بعض أشياء قد تكون يعني ما نقدرش أن احنا نشتغلها داخل الكلية، وتم إنجاز يعني مشروعنا هذا المبسط بالإمكانيات المتاحة والقطع المتوفرة في السوق وبالجهود الذاتية والمبالغ المتوفرة لدينا. أيضا نأمل أن يكون هناك تشجيع للابتكارات، أيضا تشجيع في طلاب لديهم إمكانيات، في طلاب لديهم أفكار رائعة، لكن قد ربما لا يجد من هو يمد يد العون من أجل كتوفير القطع الإلكترونية أو كجانب مادي. نتمنى من رئاسة الجامعة ومن سلطات محلية أن تكون يد العون للطلاب المبتكرين أو لأي طالب لديه فكرة يريد أن يطبقها على أرض الواقع. هذا المشروع ليس مشروع تخرج، إنما كان عبارة عن مشروع تطبيقي لمادة Introduction to Robotics، مقدمة روبوتات، درسناها مع المهندس أسامة العبسي، نشكره جزيل الشكر. شكرنا أيضا شكري لكل إخواني الطلاب، وأشكر قناة يمن الشباب على هذه التغطية الإعلامية لتشجيع وتحفيز مثل هذه الفعاليات ومثل هذه الأفكار. تشجيع العمل الإبداعي واجب الجميع، ونحن بدورنا في هذا البرنامج سنسلط الضوء على مثل هذه المشاريع والإشادة بهم في تناولاتنا القادمة إن شاء الله. أترككم الآن مع حصاد إخباري لهذا الأسبوع.
نفذ سائقو الناقلات والشاحنات في رأس هيجة العبد بمنطقة الأكاحلة بتعز وقفة احتجاجية تنديدا بالتعسفات التي يتعرضون لها من قبل النقاط العسكرية المنتشرة على خط عدن تعز، وطالب السائقون بسرعة استكمال صيانة طريق هيجة العبد شريان تعز الوحيد والطريق البديل المؤقت كربة الصحة وإزالة النقاط التي تفرض جبايات غير قانونية وبقوة السلاح. أفادت مصادر رسمية بتسجيل ما لا يقل عن 5232 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع وفقاً لإحصائيات تقريبية أصدرها مركز الترصد الوبائي. وبحسب مدير مركز الترصد ياسين عبد الملك فإن 5 حالات وفاة تم تسجيلها بسبب المرض، مشيراً في تصريح لمن شباب أن حالات الإصابة في ازدياد وسط حالة من الخوف والقلق في أوساط السكان. طالب أطباء السلطات في محافظة تعز بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة تفشي وباء غريب انتشر مؤخراً وبشكل كبير يهدد الوضع الصحي في المحافظة، وشملت المطالب إيقاف الدراسة مدة أسبوعين في مدارس المحافظة حتى يتم محاصرة الوباء ووضع الإجراءات اللازمة لذلك. وبحسب أطباء فإن حمى الضنك تصاحبه ارتفاع شديد في درجة الحرارة وطفح جلدي وألم بالحلق وانخفاض بعدد الصفائح الدموية وإسهالات. ورجحت المصادر أن يكون المرض نوعا من فيروس إنفلونزا معدن، وقالوا أنه ينتشر بسرعة ومعظم المصابين به هم أطفال تحت سن 12. سيرت شرطة تعز وقيادة المحور حملة مشتركة لملاحقة وضبط عناصر مسلحة ومطلوبين أمنيا في مديرية جبل حبشي تقوم بأعمال تقطع وابتزاز واعتداء على المارة في الطريق العام بالمديرية. وقال مصدر أمني ليمن شباب أن الحملة نجحت في إلقاء القبض على عدد من العناصر المسلحة المطلوبة أمنيا والمتهمين بعمليات تقطعات وحرابة وسطو على ممتلكات المواطنين بقوة السلاح. فيروس الضنك وفيروس الفساد يعبثان بتعز وسكانها، مما يجعلنا نطالب ونجدد المطالبة بمكافحة الفيروسين معا، وسنتعافى بإذن الله. إلى اللقاء.